ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كنرحب بكم دائما في القناة ديالكم وكنتمنى لكم تقضيو معنا أوقات طيبة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، وكنحيو الجميع إن شاء الله. مرحبا، هنا إن شاء الله عندنا غادي نصوبوا واحد المسمن أو من البغرير، البغرير عامر بالحشوة ديال الشوكولا إن شاء الله. نتمنى منكم تتبعوا معنا الطريقة، غادي يعجبكم بإذن الله. عندنا واحد 750 غرام ديال السميدة رقيقة، السميدة تكون رقيقة. عندنا واحد 250 غرام ديال الفرص، عندنا واحد 20 غرام ديال الملحة، واحد 20 غرام ديال الخميرة، وعندنا واحد جوج صاشيات ديال الخميرة، يعني 14 غرام ديال الخميرة إن شاء الله. مباشرة غادي نمشيو للطريقة باش غادي نصوبوا المسمن ديالنا إن شاء الله. غادي ناخذ واحد الماكينة، هي هذه ماكينة، غادي نخويو فيها شوية الماء، الماء على حسب الطلب. العجينة ديالنا خصها تجي، ما تجيش جارية بزاف وما تجيش قاصحة. غادي نديرو إن شاء الله هنا السميدة ديالنا هكا، ونعاود نضيفو شوية ديال الماء، وغادي نديرو الملحة، الخميرة ما غاديش نديروها حتى الأخير. هنا يمكن لنا نضيف واحد المعلقة ديال السكر باش المسمن ديالنا يجي شوية اللون ديالو زوين في الطياب. يمكن لا ما نديروهاش الا ما بغيناش، نتوما والاختيار ديالكم. غادي نسدو الماكينة ونطحنو، يعني حنا السميدة ديالنا والماء، وكنضيف والملحة، كنضيفو الخميرة، ونضيفو الخميرة الكيماوية. يعني هنا غادي نطحنو هاد، يعني كلشي هادشي. والخليط ديالنا كنخويوه هو، هنا غادي نضيفو ان شاء الله الماء عاوتاني، شويه الماء، ونزيدو عطيني واحد الخلاط، غادي نضيفو شويه الماء، ونضيفو الفرص ديالنا اللي كنخليوه هو الاخير ان شاء الله، وكنخلطو هذا الخليط مزيان باش نحصلو على واحد البغرير. غادي تشوفوه كي غايجي ان شاء الله. ها هو العجين ديالنا، ماشي خفيف ماشي ثقيل، يعني كيجي مويان. كنخلطو مليح، وغادي نخليه واحد 5 حتى 10 دقائق ونبداو نطيبو فيه ان شاء الله. حنا وجدنا البغرير ديالنا، ها هو، حنا غادي نوجدو ان شاء الله هنا لاكريم ديالنا اللي غادي نعمرو به هاد البغرير. ما نحتاجوش، غادي نديرو هنا الحليب، ونديرو جوج بيضات، ونديرو الفاني، ونديرو السكر، ونديرو لاكريم باتيسري، ونخلطو هاد الخليط ديالنا مزيان. ناخدو لاكريم ديالنا نديوه فوق العافية، بعد غير يبدا يسخن غادي نخوي فيه الشوكولا ونطيبوه حتى يجي بحال كريم باتيسي. الكريم ديالنا ها هي موجودة، طيبناها كتجي بحال هكا، كنطربوها مزيان ونخليوها تبرد قبل ما نعمرو بها إن شاء الله البغرير ديالنا. هادي الشوكولا أولي ديال الحليب، اللي بغا يدير الشوكولا كحلا يدي كحلا. أنا درت هادي حليب، كتجي حلوة شوية هكا ان شاء الله. غادي نطيبو هاد المسمن البغرير ديالنا، بغيت نقول لكم المسمن يعني البغرير، غادي نديرو بالشوكولا. كنحاول نقد المسمنه ديالي، كنديرها فوق العافيه، وان شاء الله غادي نشوفو نتائج البغرير ديالنا. غادي نديرو فوق العافيه، انتم كتشوفوا هو كيتقب. المسمن ديالنا ها هو،
البغرير ديالنا ماشي المسمن، البغرير او يا البغرير ايه نقولوا البغرير، واخا انا ديما المسمن والبغرير هاد الجوج كيتخلطوا ليا. ها هو المسمن ديالنا ان شاء الله، ها نتوما كتشوفوا البغرير ديالنا كيتقب كيجي متقوب، وسمحوا لي المسمن والبغرير. ها هو ان شاء الله نتوما كتشوفوا كيجي رائع متقوب مزيان. ما كنضربوش تمارة يعني كيجي هائل. هذه راه قريبة طيب، هذه هي قريبة هي ان شاء الله. حتى ما يبقاش دائما كتخليو المسمن ديال البغرير ديالكم حتى ما كتبقاش هاد العجينة البيضاء من الفوق، ونحيدوها ونحيدوه. ها هو هانتوما كيجي كيجي هائل ومتقوب مزيان. هو المسمن ديالنا هانتوما كتشوفو مسمن تبارك الله متقوب رائع في الخدمة ديالو. غادي نعمروه بلا كريم باتيسري وشوكولا ان شاء الله. المسمن البغرير ديالنا كنعمروه هكا كنعمروه بلا كريم، كنسدو عليه بحال هاد بهاد الطريقة ان شاء الله. هنا كنجيبو شي حاجة كنغركو هكا، غركو بالزجاج ان شاء الله باش تسد معكم وتجيكم بحال شكل ديال الشوسون. دائما غركو بالزجاج كتسد مزيان وكتجي هكا، تجي شاده راسها تبارك الله، واحد غريره رائعه وعامره ان شاء الله. كنديرو على حساب هاد البلاصه ها هي، ونجيو هكا ونخليو البلاصه ونديرو لاكريم باش يجينا فيها لاكريم، ماشي ريحه لاكريم، باش تجينا عامره وتجي زوينه. وندير لها بحال هكا ونبداو نسدوها. كنبداو من هاد الجهه ان شاء الله، كنوركو على الجهد هيا، كتجي زوينه باذن الله. مرحبا بكم، هذا هو البغرير ديالنا هانتوما كتشوفوا كيجي هائل ورائع باذن الله. نتمنى منكم تجربوه بهذه الطريقه، كيجي ممتاز عامر بلا كريم كيجي رائع. نتمنى لكم تجربوا هذا البغرير بهذه الطريقه بالشوكولا ان شاء الله بكريمه الشوكولا. مرحبا بكم دائما في القناه ديالكم، كنقدموا لكم دائما كل ما هو جيد وممتاز، ونتمنى لكم تطبقوا يعني الوصفات ديالنا، وغادي تشوفوا داكشي اللي كنقولوا هو اللي كاين ان شاء الله، ان اي وصفه كنديروها كتكون مضبوطه في المقادير ومضبوطه يعني في المذاق ديالها وكتجي رائعه. تبارك الله عليكم، ودائما كنقول لكم بركه وشيركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.